بالنسبة للخطط أمانة الألبوم كامل كان متجه مكان مختلف بحيث شكل التوزيع، كواليتي اللي احنا رايحين له، الأصوات المختارة في الألبوم، في نجاحات الحمد لله سابقة في الألبوم اللي هو 2012. ما كررنا أمانة نفس الشكل تماما، لكن حاولنا نتجنب مساحات معينة أو أصوات معينة أو جمل معينة نجحنا فيها. فكرنا نفتح يعني سكة جديدة أو شكل جديد في أمور التوزيع خاصة، والحمد لله وصلنا لمرحلة مقتنع فيها فريق العمل كامل. اللهم لك الحمد، والله يوفقنا إن شاء الله. طلعت بالنتيجة حقيقة للفنان مساعد أني عملت له عمل جديد اسمه تعبت أحبك، من كلمات الشاعر سامي العلي. على فكرة بقول شغلة واحدة، الأغنية هذه لما استلمها من الشاعر سامي هو بلا شك أنه أفكاره جميلة ومفرداته جميلة، أشكل الكلمات على الطريقة اللي نوعية الكلمة اللي أو الخط أو الشطر اللي تمر عليه، ما أفكر في المطرب ولا أفكر فيك من أعطيها فلان ولا فلان، ولكن أحاول بالنسبة لي كملحن عودت الجمهور على بعض الجمل اللي أنا دائما أعملها إنها يعرفوني من خلال الجمل. كثير من الناس يقولون إن إحنا نحس بالجملة مالتك من غير ما نقرأ اسمك، نحس بالجملة مالتك، فلذلك أنا قاعد يعني أحاول إني أجتهد إني بطلع الجملة هذه، ففعلا طلعت بنتيجة. الآن أجتمع مع الفنان مساعد البلوشي في أغنية تعبت أحبك. الأغنية هذه إن شاء الله إن شاء الله أذكركم بأيام الثمانينات. لما كتبتها أنا بداية حبيت أعرضها على الناس قبل أني أعرضها على أي فنان. عندي التويتر وأنا من طبعي أبتدي أحط بداية البيت بداية الأغنية في تويتر، أني أنا عليها رتويت وايد وشفت إن فيها والله صار لها صدى أعتمدها. الآن هذا اللي قاعد يحصل معاي دائما. فبالليل كذي وأنا قاعد بديت أكتب هذه الأغنية، الأغنية اسمها تعبت أحبك، اللي هو تعبت أحبك. ده لملحن من العيار التقيل الأستاذ سليمان الملا، طبعا اسم عالم في دولة الكويت، وليه أفضال كتير وليه نجاحات كتير مع مطربين صاروا نجوم من عشرات السنين، وإلى يومنا هذا عنده أستاذ سليمان الملا عنده طاقة وعنده مخزون لحني رائع. عقب فترة اتصل فيني أبو معاذ فنان كبير سليمان الملا وقال الفنان اعتمد الكلام واللحن. من هو هذا؟ كان يقول لي الفنان مساعد البلوشي. مساعد أعطاني الروح مثل ما قلت لكم من بداية حديثي، إنه يحاول يأخذ الجملة الصعبة، والجملة اللي أنا سويتها ما هي صعبة ولكن من الجمل اللي أنا دائما أحب أني أتعامل معاها فيها نوع من الاجتهاد، فغناها بروح من أحسن ممكن، جمعني معاه بعمل كلمات سامي العلي. أتمنى أخواني المشاهدين أن هذا العمل يحوز على إعجابكم ويذكركم بأيام الأيام الجميلة. ما نرجع العجلة الزمان لورا، ولكن نتذكر تاريخ الجميل، تاريخ الأغنية الكويتية اللي حنا بدينا فيها وفنانين اجتهدوا وصلنا فيها. يا طالعين القمر وصلوا له سلام، قولوا له إن العمر ضايع بدون حرام. يا طالعين القمر وصلوا له سلام، قولوا له إن العمر ضايع بدون حرام. قولوا له إني أبيه من قلبي ميت عليه حرام. الله يهديه أسهر وعيناتنا
حرم الله يهدي أسهر وعيناتنا. تعبت جدا طبعا، يعني هي مرحلة الاختيار كانت متعبة جدا. بستان ضحك ودلع وأحلام وردية، الحب مثل الزهر يحتاج له ساقي. فمن ضمن كثير من القصايد استوقفتني هذه الأغنية بصراحة، أو الكلمات